برشلونة البلاس 90 بيفوز على ريال مدريد بهدف فرانك كيسيه عشان تنتهي المباراة 2-1 للبرسا ويتوجوا رسميا. وأيوة بقول لك رسميا، خلاص الموضوع انتهى، الليجا لبرشلونة خلاص الموضوع خلص وما فيهوش أي كلام، لأن فرق النقاط بقى كبير جدا، 12 نقطة كاملين لصالح برشلونة وفاضل 12 مباراة. الموضوع مات، برشلونة مركزة على الدوري ومركزة على الليجا بمنتهى القوة، سايبة للريال انها تشارك في بطولة دوري الابطال في المدعكة اللي هي داخلة عليها، وقالوا لهم الدوري لا معلش ملكوش دعوة بيه دلوقتي، وبيكسبوا المباراة باستحقاق يا جماعة، واخدين الماتش من اوله لاخره. برشلونة هي الافضل، برشلونة هي الاخطر وهي الاقوى في المباراة وتستحق الفوز فعلا. لما الريال جاب الجول اللي اتلغى بداعي الاوفسايد وهو اوفسايد صحيح، استغربت جدا بصراحة، لان المباراة ما كانتش تقول ان ريال مدريد يفوز بيها. الماتش من قبل المباراة لما تيجي تبص مين اللي محتاج يكسب الماتش ده، ريال مدريد هي اللي محتاجة المباراة، بالعكس كمان ده مكسب ريال مدريد برضو بنسبة 90% اللي جا لبرشلونة، بس كان هيبقى مكسب معنوي، كان هيحط ريال مدريد في الصورة شوية لانهم بعدوا كتير جدا وبرشلونة ماشيين زي القطر كده، فالفوز كان لازم ريال مدريد. التعادل بالنسبة لها هزيمة النهاردة قدام برشلونة، لا ده كمان بيخسروا عشان يستسلموا رسميا ويسلموا الليجا على طبق من ذهب كده لبرشلونة ويقولوا لهم خلاص الدوري بتاعكو احنا مش عايزين منكم حاجة، خلينا مركزين في اللي عندنا في الابطال، عندنا تشيلسي وبعد تشيلسي في مانشستر او بايرن ميونخ، وليلة كبيرة قوي احنا مش فاضيين للدوري السنة دي. فمبروك لبرشلونة الدوري 27، وتشيرت ريال مدريد ده مش معناه ان انا بشجع ريال مدريد يا جماعة، عشان الكومنتات اللي انا شايفها قدامي ماليش اي انتماء غير للاهلي فقط، ما عنديش تشيرت برشلونة فبلبس تشيرت مدريد، هجيب تشيرت برشلونة قريب وتلاقوني طالع بيه ما عنديش اي مشكله. هنتكلم عن المباراه كلها، قول لي رايك فيها في الكومنتات، هل ريال مدريد كانت تستحق الفوز النهارده؟ انا شايف لا بصراحه، لكن عندي سؤال مهم جدا، ايه التغير الجذري اللي اتغيرته برشلونه ده؟ ازاي تشافي يلعب ماتشين في خلال اسبوعين مع ريال مدريد، ماتش في الكاس وماتش في الليجا، ماتش الكاس يكونوا بالضعف ده، برشلونه حرفيا ما كانوش موجودين لما لعبوا في الكاس، وقالوا لان عندهم غيابات جذريه، وفعلا خط الهجوم كان غايب كله، لما بتتكلم عن غياب ليفا وغياب بدري وغياب ديمبلي التلاتة مع بعض، لا خط هجوم غايب كله، طبيعي ان يكون ادائك سيء في المباراة. لكن النهاردة فرق ايه عن المباراة اللي فاتت؟ عودة ليفا بس، هل عودة ليفا تفرق في التغيير الشاسع اللي حصل ده؟ هل تختلف 180 درجة حرفيا اداء برشلونة من المباراة اللي فاتت؟ المباراة اللي فاتت حرفيا قلت كده ان ده برشلونة علاء عبد العال بيلعب قدام ريال مدريد، كانوا بيلعبوا دفاع منطقة وراكنين الاوتوبيس ورا وبيستقبلوا اللعب من مدريد بس، ما بيهاجموش، ما بيفكروش اصلا ان هم يهاجموا. لكن مباراة النهاردة سبحان الله تغير جذري بقى، بقولك على عودة ليفا تعمل كل ده. النهاردة برشلونة هي اللي ليها الكلمة العليا في المباراة، هي اللي ماسكة الكرة، هي اللي بتهاجم من اول دقيقة بمنتهى القوة، كأن المباراة التعادل يخرج برشلونة من بطولة مثلا. النهاردة جايين يفوزوا ولا غير الفوز على ملعبهم وعلى ارضهم. ريال مدريد النهاردة باداء باهت جدا، اغلب اللعيبة النهاردة مش في يومهم، لعيبه كتير جدا، نص ملعب مدريد اللي هو القوه الضربه بتاعتهم واقع جدا النهارده، توني كروس سيء جدا، فالفيردي بره المباراه تماما، كارفخال كالعاده نقطه ضعف الريال مدريد النهارده، مدريد حرفيا غايبه تماما عن الهجوم خصوصا. خلينا ابدا لك كده واكلمك عن المباراه النهارده، برشلونه بتلعب 4-3-3 وريال مدريد بتلعب على الورق 4-3-3، لكن فالفيردي بينزل نص ملعب عشان تبقى 4-4-2 بورقتين بس هجوميتين لريال مدريد، كريم بنزيما فينيسيوس اللي عامل كل القلق قدام لوحده، ما ينفعش فريق يبقى بيلعب بجناح واحد طول الماتشات كده، عندك رودريجو وعندك اسينسو كان لازم واحد فيهم يكون موجود الناحيه الثانيه، الموضوع صعب جدا بالنسبه لمدريد انك تعتمد كل مباراه على فيني لوحده، وحتى كريم بنزيما بيسقط كتير عشان هو اللي يحضر اللعب، فالموضوع هجوميا بيبقى ضعيف قوي بالنسبه لمدريد، خصوصا كمان ان انت الباك رايت والباك ليفت بتوعك الاثنين دفاعيين بس، كارفخال خلاص ما بقاش قادر ولازم ده يكون اخر مواسمه، والناحيه الثانيه ناتشو اصلا سيرد باك، فاللي هو لعيب ما بيزيدش وما بيديلكش اضافه هجوميه، فبتعتمد على كريم بنزيما وعلى فينيسيوس وزياده لوكا مودريتش اللي هي بتكون معتاده. بدات المباراه ومن الدقيقه واحد ضغط قوي جدا من برشلونه، ماسكين المباراه استحواذ كامل، تسديده الاول من بنزيما في اول دقيقه من الماتش، وبعد كده ريال مدريد رجعت وبقت تستقبل اللعب، برشلونة هي المسيطرة تماما، رد عليها على طول ليفا بصاروخ، يعني ده شوت
كورة عادية جت في ايد تيرشتيجن رد عليها على طول ليفا بصاروخ شالها كورتوا وخرجها لضربة ركنية كورتوا للنهاردة. لولا كانت النتيجة فتحت اكتر من كده بكتير كانت برشلونة ممكن تكسب النهاردة بنتيجة سكور مش 2-1 بس ويقدروا يخلصوا المباراة من بدري. لكن كورتوا كان واحد من نجوم المباراة شال كرة في الدقيقة 3 من ليفا ما تتصدش كرة جول صدها وخرجها الضربة ركنية. بعد كده الركنية رأسية من رافينا كانت ممكن جدا تكون جول بترجع شوطة من سيرجي روبرتو فوق العارضة بما فيش سيرجي روبرتو اللي راهن عليه تشافي النهاردة وكان قد الرهان وسجل له هدف التعادل في آخر الشوط الأول. جول غريب جدا بقى جه في الدقيقة 9 حتى الجول اللي سجلوه مدريد كان محض الصدفة بس فينيسيوس بياخد كرة ميتة حرفيا وقف كرة الجول كده ما ينفعش اعرض لك الجول للأسف وقف كرة الجول وبص على فينيسيوس وهو معاه الكوره ما عندوش اي حل غير انه بيلعب الكوره بالعرض ومفيش حد جوه ال 18 لاعب واحد بس من ريال مدريد وورا اربع لعيبه لبرشلونه اللي هي كوره حرفيا ميته. سبحان الله القدر يخلي الكوره تخبط في اروخو وتروح في زاويه ميته بعد ما كان اتحرك اشتيجن فالكوره تبقى صعبه عليه جدا رايحه له في الزاويه العكسيه تموت الكوره على طول وهدف اول هدف مستحق لريال مدريد هدف غير مستحق لريال مدريد لانهم ما كانوش يستاهلوا يجيبوا جول في اول 9 دقايق. ردت على طول برشلونة بمنتهى القوة وبمنتهى العنف هجوم رفع من رافينا ورأسية من كريس لكن برا بعد كده شوطة من رافينا كورتوا يصدها هجوم 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 من برشلونة كنت متأكد ان البارسا هتسجل في الشوط الاول قبل ما يدخلوا للشوط الثاني لان الهجوم ده كله لازم يسفر عن هدف في الاخر. في الدقيقة 41 كان في كورة فيها انذار تاني لناتشو وياخد كارت احمر لكن حكم اللقاء كان رحيم بيه جدا ناتشو كان يستاهل انه يطرد في المباراة طرد مستحق 100% لكن الحكم ما بيديروش الانذار الثاني ضارب بالايد كده في وش لاعب برشلونه كان يستاهل الانذار الثاني الحكم كان رحيم جدا بيه وما طردش ناتشو لان النتيجه كان ممكن تفتح اكتر من كده. بعد كده في الدقيقه 45 هدف التعادل هدف مستحق بعد ضغط قوي جدا من كل الاتجاهات رفع من اروخو بترتد الكوره وترجع لورا تتسند كده بس رافينا اللي كان مميز جدا النهارده بيشوط واحده بيتعمل لها بلوك بترجع تاني يشوط سيرجي روبرتو وهم مصممين ان هم يتعادلوا في الشوط الاول وفعلا بيتعادلوا في الشوط الاول عشان يخرجوا الفريقين حبايب كل فريق جايب جول. كنت متوقع ان ريال مدريد يكون ليها ردة فعل بقى مرعبة في الشوط الثاني توقعت ان بين الشوطين على طول تغييرات بنزول اكتر من ورقة هجومية لكن اتأخر جدا بصراحة انشلوتي في التغييرات انطلق الشوط الثاني والشوط الثاني برضو نفس سير المباراة برشلونة ضغطة برشلونة هجمة مع ان الريال هو اللي محتاج الفوز يا جماعة الريال اللي محتاج الثلاث نقاط اللي ما كانوش هيفرقوا معاه قوي على فكرة خلي في بالك ما كانوش هيفرقوا معاه قوي في الليجا برضو الليجا كانت هتكون رايحة لبرشلونة وكانوا هيبقوا اقرب بس كان ساعتها فارق النقاط هيختلف بشكل كبير يعني انت دلوقتي بتتكلم في 12 نقطة الفرق 12 نقطة خلينا نتكلم كده عن الليجا بالظبط لحظة واحدة بتتكلم دلوقتي في فرق 12 نقطة كاملين وفاضل 12 مباراة دلوقتي مركز اول خلاص برشلونة معها 68 نقطة في المركز الثاني ريال مدريد ب 56 نقطة 12 نقطة كاملين فاضل 12 مباراة وعايز اقول لك برشلونة ما وراهاش غير الليجا هي قاعدة الماتشات الليجا هيفنشوها لكن ريال مدريد مسحولة في حوارات تانية كتير زي ما بقول لك. طيب في حالة فوز مدريد كان هيحصل ايه كان هينقص 3 نقاط من برشلونة يزيدوا على ريال مدريد يبقى الفرق 6 نقاط بس الموضوع صعب بس ممكن يحصل ممكن ان ريال مدريد كده تقع برشلونه في ماتش تاني وابقى مستني على وقوعهم مباراه كان وارد جدا ان انا احط نفسي في الصوره على الاقل اضغطهم لكن كده خلاص اريحيه كامله لبرشلونه لحد ما الليجا تخلص يقدروا يسلموا لهم دلوقتي خلاص الكاس لان الموضوع انتهى رسميا من وجهه نظري. فاول الشوط الثاني انطلاقه من فيني الخطوره الوحيده لريال مدريد انطلاقه من فيني ولعب كره بالعرض اتسددت من فالفيردي كنت شايف انها خرجت بره الملعب لكن الحكم قال ما خرجتش شاطها فيني بره وما دخلتش جول لو دخلت طبعا كان الفار هيتدخل في الكوره. بعد كده في الدقيقه 59 استلم استلامه ويلف لف بالكره ليفا بشكل كويس جدا استلم وظهره للجول ولف وشاط واحده حلوه جدا خبطت وطلع الكورنر. بعد كده بدات تغييرات ريال مدريد في الدقيقه 62 بينزل مندي ويخرج ناتشو تغييره عادية ما ضفتش اي حاجة لان مندي برضو مش هيديك القوة الهجومية هي بالظبط وناتشو بس كان معاه انذار وكان ممكن يطرد فقالك اسحبه عشان احنا مش ناقصين ان نلعب ناقصين قدام برشلونة فنزل مندي مكانه. التغيير التاني نزول رودريجو اللي انا كنت شايف انه كان لازم يكون من بداية الشوط التاني وخرج توني كروس السيء جدا الغير موجود في مباراة النهاردة لا على المستوى الدفاعي ولا في المستوى الهجومي بيديك اضافة. كروس النهاردة كان ريال مدريد بيلعب ناقص توني كروس في نص الملعب بينزل مكانه رودريجو عشان ياخد هو ناحية اليمين
ويرجع فالفيردي ثالث نص الملعب. تغييرات كانت كويسه جدا لكن اتاخرت شويه، كانت المفروض تكون بين الشوطين. في الدقيقة 63 خطأ من بوسكيتس، جاء شوطة من رودريجو كان ممكن جدا يسجل منها جول، لكن بره بوسكيتس برضو اللي مصمم لحد دلوقتي عليه تشافي عشان الصداقة اللي كانت بينهم ما يستاهلش يكون موجود في نص ملعب برشلونة خالص. في الدقيقة 67 رفع ودبل كيك من ليفا كان ممكن يسجل واحد من أحلى جوال الكلاسيكو لو الكرة دي جت جول لكن بتخرج بره. بعد كده في الدقيقة 64 وان تو رافينا عمل وان تو حلو جدا هو وليفا وسدد كرة لكن صدق كورتوا برضو اللي قلت لك لولاها النهارده كانت النتيجه فتحت اكتر من كده بكتير قوي. في الدقيقه 76 بقى تغييرات بقى خلاص، في الدقيقه 76 عمل اخر 3 تغييرات لانشلوتي اللي لو كان حصل اصابه ولا حاجه في باقي المباراه كان لعب ناقص غير كل تغييراته، نزل تشاوميني وخرج مودريتش، خرج كمان كامافينجا ونزل سيبايوس ونزل اسينسو وخرج فالفيردي، خرج رباعي نص الملعب في المباراه، الاربعه خرجوا اثناء الماتش وده ما بشوفوش كتير في ريال مدريد انه يغير كل الناس اللي موجوده كده، كامافينجا ومودريتش وفالفيردي وكروس كلهم خرجوا النهارده. بعد كده برشلونه عمل التغييره وحيده بينزل فرانك كيسيه اللي قدر فعلا مع نزوله خرج روبرتو اللي سجل جول التعادل ونزل كيسيه اللي سجل جول الفوز النهارده، كانوا موفقين جدا جدا فعلا، كيسيه بينزل هو اللي سجل جول الفوز في البلاس 90 في الاخر وجاب 3 نقاط فنشوا الدوري وفنشوا الليجا رسميا. بعد كده اروخو بيدي خرم كده لسيبايوس في نص الملعب، حته بتاعه الجماهير اللي هتتقطع وتنزل على الفيس وستوريات والحاجات الحلوه دي والتحفيل والكلام الجميل ده كله، كوبري كان حلو قوي بصراحه. وخلاص بعد كده حاولت ريال مدريد بقى رده الفعل جت متاخره قوي، في الدقيقه 81 سجلوا جول اللي سجله اسينسو لكن كان اوفسايد واوفسايد صحيح 100%، الفار هو اللي بيرجع فيه، لو ما كانش فيه فار كان مدريد جاب الجول ده وما كانتش اتعادلت برشلونه، كان خلصت المباراه كده لكن الفار على طول بيرجع الكوره وبيلغي الجول لانه كان جول غير مستحق فعلا. في الدقيقه 83 بينزل توريز بيخرج رافينا، خلاص يعني حتى برشلونه كانت مكتفيه على فكره بالتعادل بس سير المباراه يستاهل ان برشلونه تخرج كسبانه من الماتش. في الدقيقه 92 كعب ليفا، بعد كده رفع الكره بالعرض فرانك كيسيه حط الكره على طول هدف في البلاس 90 عشان برشلونه تقول الدوري السنه دي ليا، الليجا 27 لصالح برشلونه رسميا خلاص، ريال مدريد ممكن تكمل الليجا كده بأي لعيبة وتركز في دوري الأبطال الصعب جدا كمان اللي ما اعتقدش انه هيكون من نصيب مدريد السنة دي، مدريد ممكن جدا تعدي من تشيلسي لكن المباراة اللي بعديها ايا كانت امام البايرن ولا امام مانشستر سيتي الموضوع هيكون صعب. جوارديولا كان قاعد في المدرجات بالمناسبة مع انه ولا هيلاعب مدريد لسه، عشان يوصل لمدريد عنده مباراة مع قطار المانيا البافاري، مباراة في منتهى الصعوبة لكن الراجل بيعشق الكلاسيكو الاسباني كلاسيكو الارض، كان بيتفرج عليه وكان بيشجع طبعا برشلونة النهاردة وكسبوا برشلونة وفرحوه. جوارديولا هيبقى عنده مباراة ضرب نار مع ريال مدريد لو عدى من بايرن ميونخ، وريال مدريد عدت من تشيلسي مباراة تكون صعبة جدا، خلاص ريال مدريد ما قدامهاش غير انها تاخد دوري ابطال بطولتها ولعبتها، هنشوف هل هيقدروا ياخدوها ولا لا. قول لي رايك في الكومنتات في المباراة النهارده، مين افضل لاعب في المباراة ومين اسوأ لاعب، وهل استحق برشلونة الفوز وتستحق الدوري؟ انا شايف بصراحة، وهل بطولة دوري ابطال اوروبا هتكون من نصيب ريال مدريد ولا الموضوع صعب؟ ما تنساش اعمل اشتراك على قناتي على اليوتيوب وفعل الجرس وفولو صفحتي على الفيس عشان يجي لك كل جديد، وبكره باذن الله عندنا حلقة مهمة جدا فاعمل اشتراكك دلوقتي وفعل الجرس عشان تجيلك اول واحد. سلام.